غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر، أبونا أشعياء 118، أبونا ساويرس 103، المجلس 119، أبونا يوسف 117، أبونا موسى 105، أبونا برسوم 106، أبونا انجليوس 123، المركز 124، مكتب الإدارة 101. مفيش رقم ليسوع في الشلة دي كلها؟ ايوه الو، سلام ونعمة. سلام، اهلا وسهلا بيك. معاك ابو مريم من امريكا. ابو مريم من امريكا. ايوه، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. ممكن ناخد بركه ونتعرف ما هي مراد ظالم يا فندم؟ مين معايا بس ناخد بركه الاول؟ ايوه مين معايا؟ معاك عبد الملك. عبد الملك جد الله، سكرتير الكنيسه. اهلا وسهلا يا استاذ عبد الملك. في حد من اباء الكهنه بس ناخد بركه ونتكلم معاهم لو تكرمت؟ هو ابونا انجلس متهيألي جوه، اجيبه لك؟ او ابو مريم من امريكا. بليز بور فابور، اسمه ايه تاني؟ انجلس وات؟ ابونا انجلس. انجلس ايه الاسم كامل ايه؟ انجلس ايه؟ ابونا انجلس كريم. اوكي، يا بليز بور فابور بليز. هللويا بريز ذا لورد. هنقول اسم ميخائيل ولا ميكائيل؟ هنقول اسم ميكائيل، كوريكت؟ كريم، اوكي. الو، سلام ونعمة. الو، اهلا وسهلا. معاك ابونا اهو. اوكي. الو، Muchas gracias, amigo. الو الو، سلام ونعمة. الو يس، سلام ونعمة. كان يهرمي في صوت عند حضرتك؟ معاك ابو مريم من امريكا. حضرتك ابو مريم، اهلا وسهلا. اهلا بيك، الصوت واضح عند حضرتك؟ لعل حضرتك. انا سامع حضرتك. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. كيف الاسرة والاولاد؟ كويسين؟ الحمد لله. تمام. ابونا انجلوس، كان عندي استفسار لو تكرمت، في امكانية لو سمحت؟ اتفضل. يا حضرتك، يعني انا متابع الكنيسه في مصر، فسمعت اللي فيه يعني مجموعه من الكهنه تنيحوا، ما اعرفش 6 او 10 او اقل يعني، بسبب كورونا فيروس. ايوه فعلا ده حصل. كام العدد بالظبط يا ابونا؟ كام العدد؟ نعم، كام العدد اللي تنيحوا؟ لا، العدد انا ما اعرفش العدد كام. طيب نعم، انا مش متابع العدد كام. لا، لكن في شيء، بس زي ما هم ناس زي الناس يعني، عادي. ايوه، ناس بالعدوى بتجيلهم وبيتوفوا عادي يعني. بس في نقطه مهمه، يعني الكتاب المقدس بيقول خاصه في هذا الموضوع، بيقول صلاه الايمان تشفي. صلاه الايمان تشفي، ارجع ليعقوب. صلاه الايمان تشفي المريض. ايوه تمام. ايوه، بمشيئه ربنا. لو مشيئه ربنا ان ننتقل، مش عيب. جميل يعني، ياما قديسين جميل تعبوا. أيوة، ومرضوا وربنا ما سمحش انهم يشفوا. وبينتقلوا. انا شايف الانتقال ده هو الشفاء الكامل. ممتاز، يعني التحرر من الجسد ومتاعب الجسد والام الجسد. هو ده الشفاء برضه. طيب، يعني انت حضرتك بتقول الامر يرجع للرب نفسه، صح؟ طبعا، بمشيئه الرب. كمان جاي الايمان شرط. ايوه، الايمان شرط. الشرط الثاني انه يتوافق ده مع مشيئة ربنا. ممتاز، يستمر حياته ولا كده عمره انتهى. طيب حضرتك، من ضمن اسرار الكنيسه سر مسحه المرضى، والكنيسه طبعا الكنيسه الارثوذكسيه بتؤمن بهذا الكلام ضمن الاثار السبعه. وحضرتك كما تعلم ان هذا السر اعطاه يسوع للتلاميذ، ثم بعد ذلك لايه؟
تورثه الاباء، وده سر في الكنيسه. تمام حضرتك؟ ايوه. طيب وده سلطان من المسيح نفسه، المسيح هو الرب، والمسيح اتاك هذا السلطان. يعني المسيح اراد ان تشفي المرضى. ارجع حضرتك لمتى 10:8. ايوه حضرتك بتقول لا صح. مش اراده عامه شامله كده على طول. طب امال ازاي حضرتك؟ ازاي؟ اتفضل. دي وسيله ان مشيئه ربنا تتحقق. ممتاز. لكن المسيح قال ايه؟ لو ترجع حضرتك لسانت تاكلا اللي هو الموقع بتاعهم، اوصى يسوع التلاميذ لاتمام هذا السر عند سلم الكراسه، فقال متى 10:8 اشفوا مرضى، لوقا 10:9 اشفوا مرضى، وقال كذلك ان التلاميذ استخدموا هذا السر وشافوا المرضى، مرقس 6:13. ده كمعجزات ووضع استثناء طبعا. طب ممتاز. لكن الله ده سر، اعطاهم سلطان انهم يشفوا المرضى. طيب اذا كان ده وضع استثنائي ده للتلاميذ. معذره يا ابو، معذره حضرتك هنا، لكن ما تقوليش ان كل المرضى اللي وقفوا قدام التلاميذ شفيوا. ممتاز. والا يبقى الناس ماتت ازاي في عصر طيب. التلاميذ كلام جميل. في ناس مؤمنين ماتوا. في نقطة حضرتك قلتها، خد بالك. ايوه بس شفاء المرضى. ايوه شفاء المرضى سواء بمعجزة او بسر مسحة المرضى او بصلاة ايمان لازم يتوافق مع مشيئة ربنا. لا بس انت حضرتك قلت كلمة هنا، الكلمة دي مفصلية، قلت الموضوع ده كان استثنائي. اذا كان الموضوع استثنائي للتلاميذ، لماذا تؤمنون بسر مسحة المرضى بقى؟ ما هو لا، ما لا انت حضرتك انت قلت كده، انت قلت استثنائي، انت قلت استثنائي. لا الوضع استثنائي. فتره عصر المسيح كان وضع لما المسيح قال لهم اشفوا المرضى. ايوه تمام. اخرجوا الشياطين. اكيد مش كلنا بنخرج شياطين ولا بنشفي المرضى، ده كان وضع هبه او ممتاز مجانيه اعطيت للتلاميذ في الوقت ده. شوف معذره يا فندم. وبتعطى للمؤمنين اللي بيختارهم ربنا في كل وقت. ممتاز. الكلام اللي انت بتقوله مع احترام لسعادتك كلام رجل انجيلي وانت ارزقني، لان موهبه ده كلام انجيلي، هذا ليس كلام ارزقني. حضرتك السر ده المفروض انت رجل ارزقني وارث هذا السر. موضوع زي ده موضوع زي ده كبير جميل يتناقش في التليفون. عادي الكتاب بيقول سايب قاعده. ايوه يا فندم انت يعني انا بتشرف بيك يا سعاده القمه وحضرتك من امريكا. اللي انت قلته حضرتك لا يتوافق مع العقيده او حاجه يعني. اسمعني لا انا مش صح. حضرتك صحفي او حاجه؟ دي واحده. اللي انت حضرتك قلته لا يتنافى مع العقيده الارثوذكسيه. اللي انت قلته انجيلش، لان الانجيليين حضرتك انه بيتنافى مع العقيده. هقول لحضرتك ليه؟ لان انت سر قلت استثنائي. طيب. يبقى مش سر، يبقى المفروض تشيلهم الاطفال السبعه. حضرتك بتقول موهبه. لا انت قلت لا 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 سر مدحة المرضى غير امر المسيح انه للتلاميذ انهم يشفوا. طيب من اين اتيت السر حضرتك؟ ارجع في ناس بتشفي المرضى، في ناس بتشفي المرضى من غير سر مدحة المرضى. ممتاز. اذا دول الانجليين حضرتك، الانجليين في ناس بيخرجوا شياطين. ايوه الانجليين. ما انا عشان كده بقول لك بموهبه ده انجلي. الكلام بتقوله انجيلي مش ارثوذكسي. انا معاك يا حبيبي. لا يا حبيبي انا ارثوذكسي. طيب. انجيلي بس. يعني يؤمن بالانجيل. طيب ايوه من بالمواهب الشمرات ومن مواهب الرجل. طيب ايوه انجيل بتتكلم على حضرتك كمان بالاسرار. طيب بس الله يخليك انا شايف ناس قاعدين معايا دي واحده بس انا عاوز بس اعرف كده عشان ايوه انجيل بتتكلم بعد اذنك بعد اذنك يا سعاده القمص. ايوه انجيل اي نسخه بتتكلم عليها كتير اي نسخه يا سعاده القمص اي نسخه اي انجيل انت بتؤمن بيه اي انجيل اي نسخه حضرتك. طب يعني حتى هويتك انت مش انا هقول لك عاوز. انا اسمي وسام عبد الله. انا اسمي وسام عبد الله. انا راجل باحث في المسيحيه. وانا فعلا ابو مريم بنت اسمها مريم. انتظر حضرتك. انت سالت سؤال خلينا اجاوب. ويمشي بيها. انت سالت سؤال خلينا اجاوب. ما ياخدش اجابات بالتليفون ويمشي. لا يا رب انت اللي قلت مش انا. انت عارفنا يعني انت عارفنا اهو. بيعمل اعداد طويله لكن ما ينفعش مكالمه وتسجلها لي وتاخد منها مقاطع. يعني انت عارف الكل سامعينك مباشر الان. الكل سامعك مباشر. البابا نفسه اتصلت وهربت منه. البابا هرب. بابا الكنيسه هرب. اتفضل. البابا هرب. كان معاه قنواء مباشره القمص انجيلوس كريم. القمص انجيلوس كريم ثواني ما اديكوا البيانات من كنيسه رئيس الملائكه ميخائيل بالظاهر. القمص انجيلوس كريم من كنيسه رئيس الملائكه ميخائيل بالظاهر. اتفضل حضرتك. عارفني وعارف مين اللي بيتصل. البابا هرب. يا جماعه الخير
الراجل قال كلام والاخوه الدارسين قال كلام، الكلام مش ارثوذكسي، وانتوا عارفين الراجل بيقول ده موضوع، ده حاجه استثنائيه يا جماعه الخير. ما ده هو هم بيثبتوا للغير ارثوذكس ان هذا سر بايه؟ بسبب اعطاء السلطان للتلاميذ وهم توارثوا هذا السر. والكلام كلامي ده ارجع الى سانت تاكلا بتقول ما هو الدليل على هذا السر، الكلام النصوص اللي انا قلتها. فهمت حضراتكم؟ اتنين بيقول ايه، محسن مش موجود تقريبا الان، اتنين بيقول ايه حضراتكم، بيقول دي موهبة يا جماهير، موهبة ده كلام البروتستانت، اسأل اي واحد من اللي بيفهم فيه المسيحية، لان الارثوذكس مش موهبة، الارثوذكس ده سر، ده سر من اسرار الكنيسة، مش موهبة ده سر، سر مسحة المرضى، سر مسحة المرضى. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.